قال نطلع نروح نصب سيطرة. ايه على اي اساس جاك؟ احد دلابيك احد اشار لك الا ذاك بدر روح لشلون صار؟ ايه هم قايله يعني اللي قايله. منو قايله؟ يعني المسؤول والي او امير قاطع هو ما اعرف جاء دازين يا الوالي يا امير قاطع اللي دازين هو جاء علي. شو اسمه؟ اسمه حمزه كنيه. الوالي الوالي هو محمد جان شخص يقول له محمد ابو محمد داز حمزه عليك. ايه قال تاخذه على مود انه نصب سيطره. ايه انت تندى بالمناطق وهذا الشخص هم تاخذه يعني هو يعرف باسلوب المناطق. خوش. ايه ويعرف باسلوب السيطرات وهذه. زين. ايه صار الاتفاق مع حمزه. شنو كان يشتغل؟ هو قلت لك جاء دخل علينا من غير ولايه. اي شنو كان يشتغل؟ خلفيته شنو؟ شنو كان يشتغل؟ يا مواليد. مواليد كبير، كان سابقا ضابط بزمان صدام. اه. ايه سابقا. زين. ايه عنده يعني معرفه بمساله نصب السيطرات وال الخلفيات اللي كل عندي. حلو. ايه فورا ما جاء صار اتفاق انه طلع انا وياه طلعنا على منطقه. منطقه اسمها منطقه الزرق. زين. منطقه الزرق تبعد تقريبا عن معمل اسمنت مال كربلاء حدود 10 كيلوات 15 كيلو هالشكل تقريبا او اكثر او تقريبا الحدود. زين. معمل اسمنت مال كربلاء. من ورا ما نصبنا السيطره انت ويا وحدكم؟ لا لا هي مفرز هو عنده مفرزه كامله. ايش قد عددهم؟ سيارتين. ايش قد عدد الاشخاص؟ على تقريبا السيارات مقفطات اعتقد يمكن 8 او 9 على الحدود. وانت وياهم؟ ايه لا انا كلنا موجودين. ما اذا السياره كانت السيارات يعني مليانه يعني السياره هي سيارتين شين لو تسألوا 10 نفرات بالزايد. زين. ايه هذا اعدادنا. لان السيارة كل سيارة يشيلون نوبات بها 4 الى 5 نفرات. فشان سيارتين. زين. ايه نصبنا السيطرة ورا ما نصبنا السيطرة جاء هو هذا الضابط. شلون اجى؟ جاء بسيارته. شنو هي سيارته؟ لوري. شو محملة؟ ما شفنا شو محملة. لوري. ايه لوري وكبر. هو وكم واحد وياه؟ هو وياه ثلاثة. هو وثلاثة يعني أربعة؟ لا هم ثلاثة هم مجموعة ثلاثة. هم ثلاثة؟ ايه مجموعة ثلاثة. ايش كان لابس؟ ما يعتقد مدني كان لابس لان انا شلون بالسيارة ما مو من الاشخاص اللي جاي. انت ما واقف بالمفرزة انت قاعد بالسيارة. بالسيارة. قاعد فما شفتش لابس؟ بس ايه انا قاعد بالسيارة. شفته مدني بس ما تعرف شنو لابس. لا لا انا قاعد بالسياره شفتهم موجودين يعني. وين يا سياره قاعد بيها؟ هو من جو بتريلا. اي هم قاعدين هم بالسياره. ادري انت وين يا سياره؟ شلون من يسرى من الطريق؟ لا لا بسيارتنا. فسر لي الطريق شلون كان هم جايين انتم سيطره يمين ويسار اكو سيارات لا لو شلون؟ سياره واحده تقدمت بسياره ظلت يعني مسافه تقريبا عنهم. انت وين تقدم له المسافه؟ لا تاخرت عنهم لان انا هم اللي نصبوا السيطرة. اكو ناس تأخرت. اكو ناس هم اللي تنزل نصبوا السيطرة. اكو ناس يخلونا شلون تقول الانتباه. زين. فعلى هذا المسألة نزلوا عاد اعتقلوا حطوهم بنفس السيارة ذيك. ونادى هم عندهم اجهزة بالسيارة. عندهم اجهزة قال ما حطوا يمك. لا لا بسيارة بسيارة. السيارة الأولى. ايه لأن هو يسوق بسيارة. وهذاك المسؤول مسؤول والاثنين الباقيين وين؟ مسؤول هم هو حط واحد اثنين يمه واحد اعطى جابوه موجب السياره وياي زين والباقي هاي العالم اكو 9 اكو ناس بالبدي تصعد بالبدي يصعدون بالبدي عادي اي بيكم اي بالبدي والصهريج وين وديته اللوري؟ ضل بالمكان عفتوه؟ اي بالمكان ما اخذتوه غنيمه فشي؟ لا لا ما ليش؟ ضل بالمكان ما محتاجينه.